أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب
وجعلناه هدى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم
بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها
وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسي ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وإن
وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أعتذنا لهم
وجعلنا الليل والنهار آتين وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان أرزقناه طائره في عنقه وكل إنسان أرزقناه طائره في عنقه وكل إنسان أرزقناه طائره في عنقه وكل إنسان أرزقناه طائره في
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. وكل إنسان أعظمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. اقرأ كتابك. اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان أزلناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم اقرأ كتابك. اقرأ كتابك. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.
اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح
وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم كلا نور.
وما كان عطاء ربك محظورا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا
الإنسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة الله 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 الله
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما ترضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك فارجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك الله 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 الله
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك تبسطها كل البسط فتقعد ملوما ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقول إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إن ربك Thank you.
إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا تسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.
وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل ولا تقربوا مال اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. للصبح إن شاء الله. وأوفوا الكيل إذا كلتم وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به إن السمع والبصر والفؤاد كل مسؤولا.
ولا تقف ما ليس لك به ولا تقف ما ليس لك به إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض لن تبلغ الجبال طولا صدق الله العظيم.